رب العالمين. أعتقد كل مقرات النادي فيها شغل، وتم يعني ما تم ذكره بالنسبة لي الإنشاءات في كامل الفروع أعتقد اتحقق الحمد لله بالكامل. بس هنا يمكن الراجل قدام حضراتكم دوت حسن بيه مسعود كمدير المدير عام مقر الجزيرة، من أفضل الشخصيات اللي مرت برضو على النادي الأهلي. الحقيقة شخصية يمكن وهو تعبان جدا وهو مريض جدا، بيشتغل وبينزل من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 10-11 بالليل، ما بيسيبش النادي. رحمة الله عليه، توفى برضو في خلال الأربع سنوات اللي فاتوا، فأنا بشكره جدا وبشكر أهله جدا، ربنا يرحمه رب رحمته الواسعة. يعني احنا واحنا بنشتغل في الإنشاءات ديت، في اللي احنا قلنا للناس عليها، لقينا ان في حاجات تانية احنا يعني بتبان مع الشغل، بس لازم تتعمل، ما ينفعش ما نعملهاش. ففي امور اخرى او في انشاءات اخرى احنا اضطرينا او يعني عملناها، بس كانت خارج البرنامج عائلة الاهل. برضو اسيب حضراتكم نبص عليها سريعا كده.
يمكن برضو حاجة سريعة كده بالنسبة للحاجات اللي احنا أو مجلس إدارة يعني قام بيها خلال الفترة السابقة.